بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في المقرر الهيستولوجي والجينيتيك. نكمل النهارده محاضراتنا في السيتوجينيتيك. هناخد موضوع لذيذ قوي، بسيط وسهل وسريع، اسمه السيل رينيوال. علشان ناخد السيل رينيوال عايزين نعرف يعني ايه ستيم سيل، ومن خلالها هنبدا ندخل على السيل رينيوال ونعرف انواع السيل رينيوال. قبل ما ندخل على الاثنين، حقيقه بنشوف لو احنا عندنا حباية نبات بالشكل ده وزرعناها في ارض جميلة بالشكل ده، هينتج معانا شجرة رائعة بالمنظر ده. اوكي، اللي تحت ده بنسميه ستيم، واللي فوق ده بنسميه فروع، وهنعتبر الورق بتاعنا ده هو الان سيل. لو انا ابص كده، لو قطعت الفرع ده من هنا عادي خالص هيرجع مرة تانية يكمل مرة تانية، لكن لو قطعته من الجذع بتاعه صعب جدا جدا انه يرجع، ان لم يكن مستحيل. وبالتالي لو قطعت الشجره بتاعتي دي من الستيم يبقى الشجره دي ما عادتش هتتكون مره ثانيه. نفس الكلام ده هيحصل عندنا في الامبريو. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل امبلانتيشن للزيجوت في اليوترين وول. لما يحصل امبلانتيشن للزيجوت في اليوترين وول هتبدا تتحول الى مجموعه من السيلز. هذه المجموعه من السيلز اقدر اسميها ستيم سيل، يعني الخليه هتبقى زيجوت، وبعدين الزيجوت هيبقى خليتين 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 وهكذا. بتستمر القصه معايا لحد ما يبدا يتكون 3 لايرز. الاولانيه بسميها اكتوديرم، بدانا في الفروع اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم، بس ما يزالت ستيم، ما زالت ستيم سيلز برضه. يبقى اذا عندي الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم اتكونوا، لكن برضه ما يزالوا ستيم للفروع. هذه الفروع هتبدا تطلع من هذه الثري لايرز للاكتوديرم والاندوديرم وتكون لي اللي بنسميه النوتش والقرش والجط ومش عارف الحاجات دي كلها، وفي الاخر بيتجمعوا مع بعض الثلاثه اللي هو الاكتوديرم والاندوديرم ويدوني ايه؟ ويدوني الاندسيل او الاورجانز. بس الحكايه ما بتحصلش في الامبريو بالشكل ده. السيلز اللي بتتكون في الاوليه الميرولا والبلاستوسيست بيختفوا علشان يتحولوا هم نفسهم الى اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. ايه اللي بيختفوا علشان يتحولوا الى امبريولوجيكال استراكشرز؟ ايه اللي بتختفي علشان تديني في النهايه الاورجانز والاند سيلز؟ هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الاند سيلز ما يزال معاها جزء من الستيم سيلز. يبقى في جزء من الستيم سيلز لازق في الاند سيل. احتياطي يا اخي، جايز خلايا، نخسر خلايا اقدر اعوضها، ما ينفعش اقطع مره واحده كده. علشان كده هيتبقى عندي ستيم سيلز لازق جوه الاورجانز. هلاقي جوه الاورجان موجود انواع من الستيم سيل. ليه؟ علشان تعمل سيل رينيوال. ايه هي الستيم سيل؟ دي خليه قاعده في الجي زيرو، عندها القدره ان هي تنقسم بصوره تلقائيه وسريعه لو جت لها استيمولس. لو افترضنا ان دي رجل وحصل فيها ألسر بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل فيه هنا في البريفيرين اهو، في المكان ده بالظبط موجود ستيم سيل جوه الخلايا بتاعت السكن. لو احنا فاكرين محاضره السكن، يبقى اذا جوه الخلايا بتاعت السكن هلاقي فيه خلايا اسمها ايه؟ ستيم سيل. هذه الستيم سيل هيحصل لها ستيموليشن. مين اللي هيعمل لها ستيموليشن؟ الألسر دي نفسها هتعمل لها ستيموليشن. البلاد كابيلاريز اللي هنا دي هتعمل لها ستيموليشن. كل حاجه هنا هتعمل لها ايه؟ ستيموليشن. تقول لها يا خلايا يا اللي اسمك ستيم سيل واعدالي في الجي زيرو، عرفت تقري جرايد ومزاج حلو، لا لو سمحتي روحي على طول على السيل سايكل وحاولي تنقسم علشان تديني ايه؟ تديني تو سيلز. يبقى اذا الستيم سيل هتبدا تنقسم علشان تدي تو سيلز، وهتبتدي تاني تنقسم علشان تدي تو سيلز، وتفضل تنقسم 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 لحد ما في الاخر عدد الستيم سيل ده هيبقى كبير قوي. طبعا في الانقسامات دي هيحصل لها ديفرنشيشن وهتتحول الى كيراتين وسائل خلايا سكن، وتبدا تعالج لي الالسر بتاعتي. يبقى اذا انا عندي مجموعه من الدراجز ممكن اشغلها على الستيم سيل علشان اعالج بيها الالسر. اذا انا فاهمي للستيم سيل او فاهمي للسيل سايكل هيساعدني جدا في فهمي لمعظم او لكثير من الدراجز اللي انا بستعمل. يبقى اذا الستيم سيل نجحت في ان هي تعالج لي الالسر. ايه بقى انواع الستيم سيل؟ شوف، ممكن الستيم سيل تطلع لي نوع واحد من السيلز اسميها ايه؟ اسميها يوني بوتينشي. يبقى اذا الستيم سيل دي طلعت لي النوع ده من السيلز اسميها ايه؟ يوني بوتنشال. الستيم سيل دي بتطلع ده اسميها ايه؟ يوني بوتنشال. احيانا الستيم سيل تطلع لي نوعين من الاند سيل. يعني بص كده على الفرع ده اداني كام نوع؟ نوعين. اسميه ايه؟ اسميه باي بوتنشال، وده اسميه ايه؟ باي بوتنشال، وده اسميه ايه؟
باي بوتنشال. يبقى ليه بسميه باي بوتنشال؟ امتى اسميه باي بوتنشال؟ لو كان هيديني 2 تايبز من الانسل. طب لو اداني 3 تايبز يعني ده كده هيديني 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ده هيديني كام نوع من الانسل؟ 7. اسميه ايه؟ اسميه بلوري بوتنشال او مالتي بوتنشال. يعني ده ممكن يكون بلوري بوتنشال لو انا ابص عليه كده الاقي دي اداني 2 سيلز، واحده ادتني باي بوتنشال والثانيه ادت لي مالتي بوتنشال. يبقى البلوري بوتنشال اكتر من المالتي بوتنشال. لاحظ معايا كده ان احنا اتكلمنا عن كام نوع، اتكلمنا عن توتي بوتنشال، فاكر ازاي قلت لما ادى كل السيلز باسم توتي بوتنشال، اتكلمنا عن البلوري بوتنشال ممكن يدي مالتي بوتنشال ومعاها باي بوتنشال، واتكلمنا عن البلوري بوتنشال ممكن يدي اكتر من نوعين، واتكلمنا عن الباي بوتنشال بيدي 2 تايبس من السيلز، واتكلمنا عن اليوني بوتنشال اللي ما بيديش غير نوع واحد من السيلز. اللي قدامنا ده هو اللي بيحصل في البون مارو. ايه اللي بيحصل في البون مارو؟ ان الخلايا اسمها البلوري بوتنشال سيل ستيم سيل بتنقسم في درجات مختلفة لحد ما تدي الان سيل. يبقى الخلايا اللي فوق دي بتدي كام نوع من الان سيل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى دي ايه؟ دي بلوري بوتنشال. امال دي النادي يعني البولير والبلوري بوتنشال سيل دي بتدي كام نوع؟ بتدي 1 2 3 4 5 يبقى دي مالتي بوتنشال. امال دي بتدي نوع واحد يبقى دي يوني بوتنشال، ودي بتدي نوعين جرانيوسايت والمونوسايت يبقى دي باي بوتنشال، ودي يوني بوتنشال ودي يوني بوتنشال وهكذا. يبقى اذا درجه البوتنشاليتي حسب عدد السيلز اللي ممكن اخدها من الستيم سيل. ايه هو بقى السيل رينيوال او التيشو رينيوال؟ كل السبيشاليست سيل عايشه في جي او او الاكستند جي 1، عرفنا الكلام ده من السيل سايكل، يعني بتطلع خارج السيل سايكل. هل ممكن ترجع تاني السيل سايكل ولا ما ترجعش السيل سايكل؟ لا، في الغالب بتفقد قدرتها على السيل ديفيجن، يعني ما عادش فيه عندها سيل سايكل. طيب تعالوا كده نبص على لو حصل ديبليشن. يعني ايه حصل ديبليشن؟ يعني انا فقدت خلايا، لا قدر الله انا دخلت في حادثه وقع شويه بلاد، ايه اللي هيحصل؟ طب السكين بتاعي حصل فيه ألسر، ايه اللي هيحصل؟ طب الجي اي تي حصل فيها ألسر، ايه اللي هيحصل؟ يعني وقع شويه من الابيسيليوم. طب الكونكتيف تيشو بتاعي قل او لان انا خسيته بقت جلد على العظم، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل رينيوال، الخلايا بتاعتي هتجدد نفسها. او ما يحصلش رينيوال لو كنت بتكلم في تيشوز ثانيه زي الهارت او زي البرين. يبقى هو الديبليشن اوكي، لو حصل ديبليشن في ميكانيزمز بتعمل ستيميوليشن للستيم سيل علشان تديني الخلايا اللي انا خسرتها مره ثانيه. حسب هذا الميكانيزم بقسم التيشوز اللي في جسمي الى 3 انواع. النوع الاولاني بسميه كونتينوس رينيوينج سيلز. ايه الكونتينوس رينيوينج تيشوز؟ الكونتينوس رينيوينج تيشوز دي تيشوز على طول بتجدد نفسها، خاصه احنا اخذنا الكلام ده في الابيثيليوم واخذناه في الكونكتيف تيشو او هنكتب في الكونكتيف تيشو. الاثنين عندهم القدره على طول على الريجينريشن بدون بسبب او بدون سبب. يبقى هايلي ديفرنشيتد سيل اللي موجوده في الابيثيليوم وليكن في السكن سميناها الكيراتينوسايت. هذه الكيراتينوسايت لو انت فاكر السكن بيحصل لها اوريدي ابوبتوزس، يعني بتنتهي بالابوبتوزس بتموت. طب مين اللي يعمل لها ريبليسمنت غير الستيم سيل؟ يبقى الستيم سيل بتاعتي هتبدا. طب تعالى نشوف الار بي سيز. الار بي سيز اللايف سبان بتاعها كام يوم؟ 120 يوم ولازم تموت او تختفي. مين يغيرها لي؟ فاكرين البلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل اللي شفناها بالبون مارو. يبقى اذا السكن الابيثيليا لايننج الانتستين او البلاد عندها قدره رهيبه على الريجنريشن. على النقيض الكاردياك ماسل سيل والنيرف سيل لو حصل لها ديجنريشن مش هقدر اعوضها. ليه؟ لان ما عنديش ليها ستيم سيل. طب ما هي تنقسم؟ لا، هي فقره القدره على الانقسام زيها زي معظم الاند سيل. ليه بقول معظم الاند سيل؟ لان في اند سيل عندها قدره ان هي ترجع تاني السيل سايكل، واشهرها الهيباتوسايت او الخليه الكبديه، ومعاها خليه زي الليمفوسايت. يبقى الليمفوسايت اند سيل لكن ممكن ترجع تاني تدخل السيل سايكل وتعمل لي سيل ديفيجن. ولو انتم مذاكرين اميونولوجي كويس هتلاقي فيه بيطلع من الليمفوسايت البلازما سيل ويطلع من الميموري. يبقى بوتنشال رينيوابل سيلز دي خلايا اند سيل مع ثابت السيل سايكل لكن لظروف طارئه هترجع تاني السيل سايكل، ودي نوادر جدا او محدوده. تعالوا نشوف كده
الاخ الجميل ده اتبرع لوالده او لوالدته او لاخوه او لاخته بجزء من الليفر بتاعه. ايه اللي هيحصل؟ الليفر ما عندوش ستيم سيل، امال ازاي سمحت لصاحبنا ده ان هو يتبرع؟ لا، ما معروفه دي ان الخلايا بتاعت الليفر هترجع تاني تستعيد ذكرياتها بتاعت زمان لما كانت بتشترك في عمليه السيل ديفيجن، وبعدين تروح تدخل السيل سايكل ويحصل لها سيل ديفيجن. يبقى الهيباتوسايت هنا هتبقى كام هيباتوسايت؟ 2، والاثنين هيبقوا 4، والاربعه هيبقوا 8، وتستمر الحكايه لحد ما يحصل كومبليت ريجينريشن للوب اللي انا تبرعت بيه لوالدي او لوالدتي او لاخويا او لاختي في خلال 3 شهور. يبقى في خلال 3 شهور بيرجع الليفر زي ما كان. ليه؟ بفضل مين؟ بفضل الهيباتوسايت اللي رجعت افتكرت ايام الشباب ورجعت دخلت تاني ستيل سايكل وبدات تدخل في عمليات انقسام لحد ما كملت لي الليفر عشان يحصل كومبليت ريكفر للليفر بتاع الدونر او المتبرع. يبقى لو نيجي نشوف الكلام اللي عندنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي الستيم سيل دي الخلايا عندها قدره رهيبه على السيلف رينيوال. يعني ايه السيلف رينيوال؟ يعني البوليرو بوتنشال هيموبيتيك ستيم سيل، ارجع تاني كده للجزء اللي كنت عارض لك فيه البون مارو، الخلايا دي لا يمكن اخسرها طول حياتي. ليه؟ هي صار بتدي المالتي بوتنشال هيموبيتيك ستيم سيل لكن تحافظ على نفسها. الخليه بتاعتها تنقسم تدي تو سيلز، واحده تتطور للمالتي بوتنشال والثانيه تفضل بلوري بوتنشال. المالتي بوتنشال لما تنقسم الى تو سيلز، واحده تدي بروجينيتور سيل والثانيه تفضل مالتي بوتنشال. يبقى انا حافظت على تو بوبوليشن، بولاري بوتنشال والمالتي بوتنشال. يبقى الستيم سيل بتحاول او لازم تحاول او لازم تحافظ على نفسها بعمليه بنسميها سيلف رينيوال. لو فقدت ده يبقى انا فقدت السيل لاين بالكامل، يبقى ما عادش عندي بلاد، يبقى ما عادش عندي سكين. يبقى لازم علشان احافظ على الحاجات دي لازم احافظ على الستيم سيل بتاعتها. الحاجه الثانيه ان السيلز دي بتبقى اصلا في الجي او، مين دي؟ الستيم سيل، لكن بترجع تاني تدخل السيل سايكل لما احتاجها، وعلى طول هي جاهزه ان هي تدخل السيل سايكل. عندي توتي بوتنشال هيموبيتيك توتي بوتنشال ستيم سيل واللي هي زايجوت، وعندي البوليري بوتنشال ستيم سيل والمالتي بوتنشال، وعرفنا ايه الفرق ما بين الاثنين واحنا بنتكلم في البلاد وشفناهم. وعندي كمان الباي بوتنشال ستيم سيل اللي بتدي تو تايبس من السيل، وشفناها برضو في البون مارو لما كانت بتدي تو تايبس من السيل. عندي اليوني بوتنشال هيموبيتيك اليوني بوتنشال ستيم سيل وشفناها برضو في البلاد، لكن الاشهر منها هي الميل جيرم سيل. الميل جيرم سيل ما بتديش حاجه ثانيه غير السبيرمز. يبقى كل السبيشاليز سيل بتبقى موجوده في الجي او او برولونجد، يعني ما عادش ليها دعوه بالسيل ديفيجن. دي خليه ليها فانكشن، ليها اسم في السوق، خليه اسمها نيوموسايت لان هي هتشتغل في الريسبيريشن، او خليه اسمها اندوثيليوم لان هي هتشتغل في البلاد كابيلاري، او خليه اسمها ماست سيل لان هي هتشتغل في الكونكتيف تيشو. دي كل دي بسميها اند سيل. هذه الاند سيل ما عادش ليها علاقه بالسيل سايكل، فبالتالي هنقول ان هي بارا السيل سايكل، جي اوت سايد السيل سايكل، يعني جي او او برلونج جي 1. ليه بيقول عليها برلونج جي 1؟ لربما تحت اي ظرف من الظروف ترجع مره ثانيه للسلسله. لما يحصل ديبليشن في عندي ميكانيزمز هترجع لي الخليه دي مره ثانيه عن طريق الستيم سيل. يبقى انا عندي نون رينيوينج سيل او ستاتيك بوبوليشن. النون رينيوينج سيل دي زي الخلايا اللي قلنا عليها الكاردياك ماسل سيل والنيرف سيل، اللي هي الهارت سيل والنيرف سيل، دي بتفقد القدره تماما على الريجينريشن. يعني الخليه اللي هفتقدها في الاثنين هخسرها للابد. البوتنشال رينيوبل سيل دي هاي ديفرنشيتد سيل، ثابت السيل سايكل، هيحصل لها ريجينريشن عن طريق الستيم سيل؟ لا، ما عندهاش ستيم سيل، لكن الخلايا دي عندها القدره ان هي ترجع مره ثانيه للستيم سيل. المثال بتاعنا هو خلايا الليفر. ده الجديد. الجديد بيقول ايه؟ بيقول لا، ما تصدقش الحكايه دي. ليه؟ لان الليفر ما هوش هيباتوسايت بس، ده الليفر عشان يتكون محتاج يكون حاجتين، الهيباتوسايت ومحتاج يكون البيلر سيستم. طب البيلر سيستم ده يتكون من ايه؟ هالخلايا البيلر سيستم ناس زي خلايا الهيباتوسايت عندها القدره ان هي ترجع السيل ديفيجن عشان تعمل لي قنوات المراريه، ولا الهيباتوسايت بتنقسم وبعدين تتحول لخليتين، هيباتوسايت والخليه اللي بتصنع القنوات المراريه، ولا في عندي ستيم سيل بوتنشال يعني موجوده ومستخبيه جوه الهيباتوسايت، ولما يحصل فيه ازمه بترجع تاني تنقسم وتدي مره هيباتوسايت ومره البيلر سيل. مش مصدق يقرا الريفرنس بتاعنا في 2000
واربعه كونتينوس رينيوينج سيلز، يعني خلايا على طول بمزاجي غصب عني هي على طول شغاله في عمليه التجديد والاحلال والتجديد. زي ايه؟ زي السكن والابيسيليال والابيسيليال لايننج الجي اي تي والبلاد، ده على طول لوحده كده شغال. يبقى لو بنلخص المحاضره في ثانيه واحده، الستيم سيل خمس انواع والفرق ما بين النون رينيوينج والكونتينوس رينيوينج ان مفيش هنا ستيم سيل لكن في هنا ستيم سيل. اللي في النص ما عندهاش ستيم سيل لكن تقدر تستعيد نفسها او تستعيد الخلايا اللي خسرتها بالريجنريشن او الدخول مره ثانيه في السيل سايكل. عرفت الإجابة؟ لو ما عرفش الإجابة دي الإجابة. في النهاية بنقول يا رب المحاضرة تكون مفيدة، ونتقابل إن شاء الله في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.